حام بدأ حياته السياسية في حزب الوفد. أنا كنت في الإخوان، وفي ذات الوقت وأنا في الإخوان وقعت استمارة عضوية للوفد. جماعة الإخوان ليس لها وعد، ليس لها دين، ليست لها كلمة. في الفترة دي كان بدأ الإخوان يخرجوا من السجون بالاتفاق الذي حصل مع أنور السادات. لا يمكن أبداً أن يكون جمال عبد الناصر في أي وقت من الأوقات إخوانية. المشاعر الوطنية موجودة عند مصر وبس وجيله وأجيال أصغر منه كمان.